بسرعة كبيرة يمضي العراق نحو هاوية اقتصادية سحيقة، كنتاج طبيعي لحكومات فاسدة تشكلت من مجموعة من هواة السياسة ومحترفي الفساد، ليصل البلد الذي يعد من بين أكبر منتجي ومصدر النفط في العالم إلى أعتاب كارثة اقتصادية محققة. ملامح ذلك الكابوس الذي يهدد حاضر العراق ومستقبله تتبدى في ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانخفاض سعر الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية، ناهيك عن عجز الحكومة عن صرف رواتب الموظفين وتوجهها صوب الاقتراض من أجل صرف الرواتب، ما يعني كارثة أخرى تستجلبها حكومة الكاظمي بدلاً من البحث عن حلول جذرية تضمن للعراق دخلاً قومياً متنوع المصادر، ومن ثم حلاً لتلك الأزمات المزمنة. الحلول الترقيعية التي تنتهجها حكومات بغداد منذ الاحتلال الأمريكي تشي بأن هناك من يوجه دفة الأمور نحو مزيد من التأزم بهدف إبقاء العراق في موضع العاجز أمام حملة مد النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي التي تمثلها أحزاب السلطة وميليشياتها الموالية للنظام الإيراني، والتي سيطرت على مقدرات العراق الاقتصادية وأفرغت خزينة الدولة، بينما ملئت خزائن الفاسدين بمئات المليارات من أموال الشعب العراقي. ولعل أبلغ دليل على وجود هذا الفشل الذريع تعمد الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل القومي، وإهمال بل وتدمير القطاعين الصناعي والزراعي، وإدارة القطاع التجاري في اتجاه واحد يقوم فقط على الاستيراد دون التصدير، الأمر الذي جعل العراق بحسب الخبراء مثالاً للدولة الفاشلة. حكومة الكاظمي التي جاءت بعد تظاهرات شعبية حاشدة استمرت شهوراً طويلة، وجدت ضالتها في إطلاق الوعود من أجل إسكات صوت الشارع وتخديره ولو مرحلية، إلا أن فشلها الذي بات مؤكداً في تحقيق تلك الوعود أصبح ينذر بتجدد التظاهرات وعودة الزخم الثوري إلى الشارع العراقي الرافض لبقاء السلطة في يد مجموعة من الفشلة والفاسدين.